200 درهم، 44 ألف ريال هي 220 الأورو. هانتوما شوفوا كيفاش دايرين، 2200 درهم هي 2200 درهم، 44 ألف ريال. اليوم فيهم واحد لا بروموسيون زوينة، بروموسيون خطيرة، الثمن ديالهم غيبقاو ب 35 ألف ريال. هادو الثمن ديالهم هي 35 ألف ريال، 1750 درهم. سلام تيطوان، تبارك الله عليك، الله يحفظك اختي عائشة، تحياتي للناس ديال الشمال، مرحبا. واش كتسافر لاسبانيا؟ غير داخل المغرب اختي. فوزيه ايمان، الصابون، شحال نعطيكم لي بخي ديالهم؟ مرحبا، السلام عليكم، تحياتي للانصاف، وعليكم السلام، مرحبا، الف مرحبا. بالنسبه لهاد الخويسمات هادو راه الثمن ديالهم 1750 درهم. ها هما باقي لنا سبعه ديال الحبات فيهم. هادو تبارك الله كي قلت لكم 2200 درهم باش يتباعوا. اليوم فيهم بروموسيون حيت عندي كونتيتي فيها، الثمن ديالهم 1750 درهم، 1750 درهم. اللي بغاتو غير دير له السكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا. كاين عندنا واحد الخاتم ديال 3 دي، شي حاجه اللي غزاله ومضوبله، الناس اللي تيقلبوا على حاجه اللي مضوبله متينه. ها هي تلبسي خويسم تبارك الله ما شاء الله، فن، ها هو غزال تيجي في اللبسه، ها هو الفن والكركاع تبارك الله، ومضوبل من الداخل وصحيح ما تيترطاش، ماشي من الموديل اللي تيترطى. شوفوا لكم الثمن ديالو، هذا الثمن ديالو 4200 درهم، ها هو 4200 درهم فن. كاين واحد كبير عليه، ها هو حتى هو كبير عليه، ها هو كبير هذا تبارك الله، ملي تلبس في اليد الضخامه عاوتاني، حتى هو الثمن ديالو 4200 درهم. هادو لي بري ديالهم 4200 درهم اللي بغيتي، هذا مضوبل هذا ما مضوبلش، هذا عاوتاني تيجي في الصباع كبير. 4200 درهم اللي هي 420 الاورو، هي 4200 درهم 420 الاورو. ام ايمن ولا سي ايمن، حنا تنتواجدوا في مدينه مكناس في برج مولاي عمر، تنديروا لا ليفغيزون المغرب كامل. هذا كي قلت لكم راه داير الثمن ديالو 4200 درهم، هذا ولا هذا اللي بغيتو فيهم، 4200 درهم اللي هي 420 الاورو. تيجيو الكركاع تبارك الله ما شاء الله، شوفوا الخاتم، شوفوا الدوره ديالو كي دايره من الجناب، شوفوا الداخل ديالو كي داير صحيح. ها هما اللي بغيتي فيهم ب 4200 درهم اللي هي 420 الاورو. هما اللي بغاتهم دير لهم سكرين ومرحبا والف مرحبا. عندنا نباله مخرمه، ها هي شي حاجه اللي صحيحه ومضوبله من الداخل، فيها جوج ديال لي فيرموار من لهنايا، ها هما ها فيرموار هنايا وكاين فيرموار هنايا، هادو جوج سدادات فيهم زويونين بالنسبه للناس اللي تيتشكم اللي بغات تيطيحوا لهم تيتقطع اللايف، ما عرفتش من الناس واش كلشي ولا غير الاخت ابتسام. هانتوما شوفوا هاد البراسلي، هاد البراسلي يا لاله داير الثمن ديالو 8400 درهم، ولكن يستاهل 8400 درهم هي 840 الاورو. ها تشوفوا شو الداخل ديالو مضوبل وفيه جوج ديال لي فيرموار هنايا، قياس ديالو 6 سنتيم، 8400 درهم هي 840 الاورو، 168 الف ريال، ها هي 168 الف ريال. غزالين غزال تبارك الله. هاد البغاسلي هذا شوفوا كي داير الدك ديالو، 8400 درهم هي 840 الاورو، الداخل ديالو غزال. كاين الاخوان عندنا 3 بغاسلي، ها هما ثلاثه البغاسليات اللي بغات واحد جوج اللي كنبيعوه ليكم ماشي مشكل، المهم كلشي يلبس معنا الذهب. هانتوما الموديل كي داير فيهم ثلاثه هادو بحريين تيقولوا لهم، موديل فيه النقش من لهنا كيفاش كتشوفوا، ها هو النقش هنا لي فيغمواغ ديالهم، واللور ديالهم كيفاش تيبان، شي حاجه اللي زوينه. بالنسبه للي بخي ديال هادو بثلاثه تيطيحوا عليك الثمن ديالهم 9600 درهم، هادو 9600 درهم، والواحد تيطيح عليك ب 3300 درهم. ها نتوما هادو الواحد ب 3300 درهم وبثلاثة تيطيحوا عليك ب 9600 درهم، القياس ديالهم هادو 6 سنتيم. ها نتوما نتمنى يكون تيبان لكم اللايف مزيان. السلام عليكم اخي وسيم، عافاك الرد كود ليد، عافاك اختي نجاة نشوف لك، ما كيتقطعش وقيلا غير الكونيكسيون عندك اختي ابتسام، داكشي علاش. هادو الثمن ديالهم قلت لكم 9600 درهم بثلاثة، 9600 درهم شي حاجه لوز، تلبسي شي حاجه الفن، 9600 درهم هي 960 الاورو. اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا. ها انا على البلدي ديال العنق، شنو هي ديال العنق سي ايمان؟ مابقاتش عندك كوميد اللي بيد العنق، كاينه كاين هذا الموديل هذا ديال 3 دي، هذا الكركاع عاوتاني شي حاجه اقبال كبير، شو الحاجه اللي تيلبسوها المغاربه بزاف تنجيبها حيت هي اللي تتمشى. مثلا هاد لي موديل هادو انا عندي منهم بزاف، الثمن ديالهم تيبقاو لكم ب 2200 درهم اللي هي 44000 ريال، 220 الاورو. خويسمات ديال الاوفال ديال الطروات ديال الصح والعمل والانسان، هادو باش زوينين تتكملي لونسومبل ديالك من بعد، يعني حلقات بشويه بشويه
تنكملي اونصومبل ديالك مطرطق تبارك الله ما شاء الله. الثمن ديالو اللي هو 2200 درهم 44000 ريال الذهوبات كلشي يلبس معنا الذهب وكلشي يستافد من هاد لي بروموسيون اللي تنديرو. ومرحبا والف الف مرحبا بكم عند مجوهرات السلام. ها انا يا لالا ها انا على واحد دبيلي شوفوا كي داير خديمه خديمه مغربيه اصيله تبارك الله ما شاء الله. شوفوا على نقش فيه تبارك الله ما شاء الله. ها انتم ها الداخل ديالو كيفاش داير ها الزويويقه ديالو الفيرموار ديالو كيفاش تيبان تيجي ما ملس من هاد البلاصه هنايا تجي النقش غزال تبارك الله ما شاء الله في الوسط. ها انتم غزال غزال غزال. هذا الثمن ديالو فيه 12 غرام فاصله 4 هذا 12 غرام فاصله 4 فيه غيبقى لكم غير 500 درهم للغرام 6200 درهم هذا فقط ب 6200 درهم هي 620 اورو بروموسيون خطير 6200 درهم هي 6200 درهم قياس ديالو 6 سنتيم اختي هذا قياس ديالو 6 سنتيم الفن الفن شوف كي داير شوف انا نزومي لكم باش يبان لكم 6200 درهم بغاسلي ديال 7000 درهم 7500 درهم ب 6200 درهم اليوم عند مجوهرات السلام. ها انتم الاخوان اللي بغاتهم دير له سكرين وتواصل معايا واتساب ومرحبا الف مرحبا. الاخوات اللي تيقلبوا على الكارتي ثلاثه الصحاح شي حاجه الصح والعمل والمتانه والقياس ديالهم 6 سنتيم بثلاثه بهم تيتقاموا عليك ب 14200 درهم 14200 درهم واللي بغات غير واحد نصاوب معاه يبقى لك غير ب 4700 درهم هادو بثلاثه ب 14200 درهم والواحد تيطيح عليك ب 4700 درهم هي 470 اورو 94000 ريال الواحد القياس ديالهم 6 سنتيم. ها انتما غزالين تبارك الله ها انتما شي حاجه القرقع ها انتما اللي بغاتهم غير تسكرينيهم وتواصل معنا سير واتساب ومرحبا الف مرحبا. فني الكارتي ما تيموتش الكارتي عرفتي راه العظمه العظمه تتلبسي حاجه اللي زعما ما تديموضاش او شحال هما خارجين ولكن راه ما تيديموضاش وتزيدي معاه كاع شي كلو كل مره تتزيدي حاجه تتكملي اونسومبلات ديالك يعني داكشي اللي توصلي له دغيا دغيا. هذا مثلا كلو كلو زويون تيجي في اللبسه ديالو ها انتوما ها الداخل ديالو كيفاش تيبان هذا واخا خاوي من الداخل صحيح هذا راه خاوي من الداخل ولكن راه صح والعمل ومتان القياس ديالو 6 سنتيم هذا 6 سنتيم يعني القياس ديالو 18 هذا اختي غيبقى لكم بثمن مخير ب 4400 درهم فوق المزيان هذا 4400 درهم شي حاجه غزال 4400 درهم ولا بغيتي ديري معاه واحد الكارسي مثلا صحيح مثلا هاد الكارسي هذا صحيح غتقال على هادو اللي وريتكم قبيات ب 4700 درهم تيتقام عليك ب 5200 درهم هذا ب 5200 درهم تبارك الله الله يبارك فيك لاله زهور الله يكبر بك سلام شحال عصر الصباح انا دايز ليهم ان شاء الله باذن الله. ها انتم هاد 5200 درهم هذا ب 4400 درهم 88000 ريال القرقع اختي تتلبسي تنقول لك شي حاجه فنه اللي تيبغيو الخويت ما تزويوني ها هو عندنا خويتم خديمه ديال الديامون فيه ها هو شوف كي داير الصح هذا تاكد لكم عليه الصح يعني الناس اللي تيبغيو غير سوليتير واحد هذا راه صحيح تتلبسيه في يدك شي حاجه فنه ها انتوما وصحيح من التحت ديالو ها كتشوفوا الثمن ديالو 2500 درهم خصكم تشوفوا لبستو دابا راه خصك كانت شي بنت اللي تتقيس وهذا يجيها ناضي ولكن انا يدي محرتكين ماشي مشكل تيدك زوين زيدك محرتكين اكثر مني 2500 درهم 50000 ريال 50000 ريال فن شي حاجه زوينه تجي في اللبسه عصير الصابون ها انتما كاين هذا قياس ديالو 6 ونص في القياس ديالو هنا في الدور هكا 6 ونص شوفوا كيفاش داير الديامتر ديالو على المسطره عندك انا جيت هنا تزيد تلعب بيه كبيس هذا الموديل هذا ديال عصير الصابون كاين هذا الموديل هذا هانتوما شوفوا النقش ديالو كي داير شي حاجه غزال غزال الثمن ديالو اللي هو 12500 درهم والعرض ديالو هكا فيه تقريبا 2.8 العرض ديالو هكا 2.8 والثمن ديالو 12500 درهم ها هو 12500 درهم غزال اللي بغاتي لميمتها اللي بغاتو تشريه لراسها وتفرح به لراسها الثمن ديالو اللي هو 12500 درهم ها هو عريض وسيم خاسم طروات ديال الشبكه صحيحه على حسابك على حساب الشبكه ديال هذا ديال 2200 درهم هذا الفوقاني هذا على حسابي هذا تنعطيه كاين هذا الموديل هذا ها هو قياس ديالو هذا صغير اللي عندها 6 هادي اللي عندها تقريبا القياس 6.4 هادي اللي عندها القياس 6.4 سنتيم القياس ديالو في العرض هكا فيه 2.3 تقريبا سنتيم الثمن ديالو تيبقى لكم ب 10700 درهم ها هو غزال تبارك الله 10700 درهم دق مغربي اصيل
10700 درهم، 1,400,000 ريال، هي 1070 الاورو. انت اللي بغيتي فيهم دير لهم غير السكرين اختي وتواصلي معايا الواتساب، ومازال غنزيدكم في السلعه الحمد لله. اللي بغات الخواتم الخاتم ديالهم كاين هذا، هذا داير الثمن ديالو 2950 درهم، هذا 2950 درهم. اش كي داير هانتوما الخدمه ديالو كيفاش دايره، عرايات تيجي في الدوره ديالو. هانتوما القياس ديالو نعطيكم تقريبي، هذا 2950 درهم، 2.3 تقريبا، 2.3 في الطول ديالو هكا. ولكن القياسات والقياسات كل ما تزاد القياس تزاد الثمن. كاين مثلا هذا ب 2950، وانا نوريكم القياسات الكبارين ديالو. هذا 2950، كاين عندنا هذا 2950 ها هما، كاين هذا 2850، كاين واقيلا 2900. هما اللي بقاو كان ديال 3100 درهم دات واحد السيده، المهم هادو تيتراوح ما بين 2900 3000 درهم. هانتوما اللي بغاتهم ديرهم سكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا. 2900 3000 درهم هذا هو الثمن ديالهم اللي دايرين دابا عندنا ديسبونيبل. اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا، و الف مرحبا بكم. عصير الصابون شي حاجه غزاله، بغيت حلقه تفرج ولكن تكون شي حاجه صحيحه. كاينه اختي كاوتر موجوده. هانتوما اللي بغاو الخراشيش، اللي بغاو السنيسله ديال الخريشات مثلا، كاينه السنيسله غنحاول نوريكم بياسه بياسه باش هكا ما ندوخكمش. كاينه هذه السنيسله ديالها فيها لي موتيف ديال كينزو، ها كينزو هو هنايا، وفيها قليب وفيها هذا الموديل هذا، هذه ديال العنق، وكاينه ديال اليد ديالها هي هذه، ديال اليد ديالها هي هذه اللي غنوريكم دابا، عرفتوا واش تتبان لكم مزيان. بالنسبه لهذه كومبلي تطيح عليكم 6300 درهم. نحاول نحيدوا هاد الراد كويس من هنايا ونوريها لكم هنايا كيفاش تجي. هذه تطيح 6300 درهم، نحيدوا لها التيكيه. هانتوما نتمنى تكون باينه لكم مزيان. ها هي 6300 درهم، تيجيو فيها دي موتيف هادو هكا على التشكيل هادو، تيجيو هنايا فيهم بحال واحد الزخرفه زوينه دياموندا، كاين الكينزو القليب وهذا الموتيف هذا الجديده، وكذلك ديال اليد راه بحالها بحال ديال العنق. بجوج بهم تيطيحوا لك ب 6300 درهم، هادو بجوج بهم ب 6300 درهم. الا بغيتيهم ديري لهم سكرين وتواصلي معايا سي واتساب 0652151760 ومرحبا و الف مرحبا بكم على مجوهرات السلام. يلا اللي بغات شي حاجه مرحبا. كاين الاخوان الرادكويات، كاين هذا الرادكو هادي انا نوري لكم، الرادكو ديال لويت هي هادي، هادي دايره الثمن ديالها 9000 درهم. هادي رادكو ديال لويت ب 9000 درهم، 180000 ريال، هادي 180000 ريال. خويا وسيم الخاسم ديال الباطول قداك امراين مرحبا خويا. هذاك الموديل دمج لي حدا صرت له شحال داير لواحد هذاك اللي تحت هادو، هذا انا نعطيكم الثمن ديال واحد والثمن ثلاثه، هادي ب 9000 درهم. ها هي غزاله تبارك الله، هي تتبان في العنق، وكاينه اللي قل منها، ها هي دي 9000 درهم وهذه 7000 درهم، ها هي وحده اخرى حتى هي قل منها ب 7000 درهم. ها هما اللي بغيتي فيهم، هي هذه 7000 درهم هي 700 اورو تقريبا. سات وسام منصور البري اون فرونسي، المهم هذا 7000 درهم وهذه 9000 درهم. اللي بغيتو فيهم دير لهم سكرين وتواصل معنا سي واتساب 0652151760 صيفطوا لكم فيديو. فيديو لما كانش تبان لكم شي ارتيكل مزيان هنا دخلوا عندي الواتساب وصيفط الاخوان الفيديوهات. كاين الاخوان هادي ديال الاس فيها 5 ديال لي اس، هادي راه عاوتاني شي حاجه زوينه، الثمن ديالها 4700 درهم، ما بغاتش تحط مزيان.